السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا تالت؟ اليوم إن شاء الله راح ناخذ الوحدة السابعة، يعني درسنا اللي هي الوحدة اسمها تصنيف الحيوانات أو الحيوانات. الدرس الأول هو تصنيف الحيوانات، راح نبلش يا مس مع بعض بتصنيف الحيوانات. هلأ يا مس بدنا نعرف شغلة، هلأ العلماء قاموا بتصنيف الحيوانات إلى مجموعات مختلفة، ليش هم يا مثل العلماء قسموا وصنفوا الحيوانات الى مجموعات مختلفه حتى يسهل دراستها وفهمها، عشان نعرف احنا كل حيوان شو صفاته، شو اشياء اللي فيها، شو ميزات اللي فيها، شو بيختلف عن الحيوان الثاني. فهم قاموا بتصنيف الحيوانات الى مجموعات مختلفه. تمام يا مس؟ هلا هون بحكي لك في بداية الحلقة 46، ذهبت ريما بصحبة عائلتها إلى حديقة الحيوانات ودهشت بكثرة ما فيها من حيوانات مختلفة، فسألت أمها: فيما تتشابه هذه الحيوانات يا أمي وفيما تختلف؟ أجابت الأم: حاولي أن تصنفي هذه الحيوانات إلى مجموعات حسب صفاتها وأنا سأساعدك. تمام يا مس؟ هلأ في عندنا تحت صورة، تمام، للحيوانات. في عندنا نتأمل هاي الصورة مع بعض، بدنا نشوف الحيوانات فيها. في عندنا أكثر من شكل حيوان، كل حيوان بيختلف عن الثاني. في إشي على بيزحف على الأرض، في إشي له أربع رجلين زي الكلب اللي عندنا هون، وإشي عندنا بيمشي على رجلتين زي عندنا الطاووس والحمامة، وعندنا إشي هذا الضفدع كمان. هلأ بنعرف شو هو بالضبط يا مس. وعندنا الأسماك اللي تسبح في الماء. كل حيوان عن آخر بيختلف عن الثاني حسب ربنا طبعا خلقهم لجسمه، عشان هاي يعني نظام بيئة كاملة. ربنا خلق كل إشي لحكمة، ما ربنا خلق أي حيوان عبث، كل حيوان ربنا خلقه لحكمة معينة. تمام يا مس؟ فهس إحنا بدنا نقوم نعمل شو، تصنيف الحيوانات. اعملوا هاي عندكم على دفتركم أو على عرفت لكم على دفتر العلوم عشان توقفوا انتم متذكرينها، او على ورقة وتبسوها على نفس الصفحة عشان انكم متذكرين كيف تصنيف الحيوانات. تصنيف الحيوانات صنفت الى كم صنف يا مس؟ عندنا صنفت الى خمس اصناف، عندنا الثدييات، وعندنا الطيور، وعندنا الزواحف، والاسماك، والبرمائيات. هلا نعرف اول شيء الثدييات. ليش سموها الثدييات بهذه الاسم؟ سموا الثدييات بهذا الاسم لانه اللي بكون يعني مين اللي راح نصنفناها ثدييات؟ للحيوان اللي بيمشي على اربع ارجل. اكمل عندكم اربع ارجل، بيمشي الحيوانات على اربع ارجل. زي شو يعني عندنا؟ زي مثلا عندنا الكلب، عندنا القطط، عندنا الجمل، عندنا الاسد. هذا كله بيمشي شو؟ اي حيوان بتشوفه بيمشي على اربع ارجل هاي اسمه من الثدييات، بكون تصنيف ايش؟ رح يكون تصنيف الثدييات. يعني نكتب احنا هون عندنا الكلب، القطة، عندنا الجمل، عندنا كمان الأسد، وإلى آخره. يعني أي حيوان يمشي على أربع أرجل هو بيكون من الثدييات. الطيور هو اللي بتكون اللي بغطي جسمها الريش، تمام؟ الطيور اللي بغطي جسمها الريش، زي عندنا الحمامة، عندنا الطاووس، عندنا الدجاجة. هاي كلها يا مس من اللي هي تعتبر من الطيور، تعتبر من شو؟ من الطيور. الزواحف وهي التي تزحف، ما إلها أرجل، تكون تزحف زحف، زي عندنا الأفعى والحية، تمام يا مس، والدودة. طيب وإلى آخره، يعني في أكثر مثال. يعني الأسماك اللي بتكون بتسبح، يعني الأسماك اللي هي بتكون شو؟ اللي بتكون في البحر، الأسماك اللي بتعيش في البحر تسبح. يعني زي شو عندنا؟ زي عندنا السمك، عندنا اللي هي الدلفين، وعندنا كمان اللي هو سمك القرش، وإلى آخره. يعني مس الحوت، هاي كلها من الأسماك. البرمائيات، هلأ البرمائيات يا مس بدكم تصفون شوي صغيرة بالاسم. شو يعني البرمائيات؟ ليش سموا البرمائيات بهذا الاسم؟ تمام؟
هلا البرمائيات يمس هو الحيوان او الحيوان الذي يعيش على البر والماء. بالبر والماء، البر شو هو؟ البر هو اليابسة، والماء هو في الماء يعيش. البر في اليابسة يعني بعيش في اليابسة وفي الماء على الجهتين، زي عندنا شو؟ زي عندنا الضفدع. عندنا زي شو؟ الضفدع. عندنا الضفدع هو من البرمائيات، ما يمس. هلا هاي بالنسبة لتصنيف الحيوانات. طيب عندنا هلا يمس، نطلع على الصورة اللي عندكم هون. بنشاهد في الصورة هاي هنا في عنا كلب، في عنا أفعى، في عنا طاووس، في عنا حمامة، في عنا ضفدع، في عنا أسماك. تمام يمس؟ في هذه الصورة كاملة. طيب هسا عندنا صفحة رقم 47، حاطين جدول، حاطين جدول، حاطين الصفة اللي هي حيوانات تكاثر بالولادة. ايش الحيوانات تكاثر بالولادة؟ هم الحيوانات التي تكاثر بالولادة يا مس لازم تكون من تصنيف الثدييات. تمام؟ من الثدييات هي حيوانات تكاثر بالولادة. هلا ايش الحيوان منها شو هي؟ في الصورة شو بنشاهد احنا؟ بنشاهد احنا الكلب، الكلب يلد ولاد، ما عنده ما بيبيض ثم بفقس البيض، لا. هلا احنا عندنا الثدييات تولد ولادة. تمام يا مس؟ فنحط هون يا مس عندنا الكلب، واسم المجموعة شو حتكون اسم مجموعته؟ الثدييات. تمام؟ يعني احنا حطيت لكم هي هون، انا حطيت لكم انا عندكم الكلب، تحطوها في عندكم في الجدول هون الكلب، واسمه ايش حيكون اسم المجموعة؟ ثدييات. الكلب ثدييات هيك. حيوانات يغطي جسمها الريش، شو هاي اسمها بغطي الريش في الصورة عندنا هون؟ في عندنا الحمامة، في عندنا الطاووس. في عندنا الحمامة هاي واحد، وعندنا الطاووس اثنين، نحطهم هون عند اسم الحيوان الحمام والطاووس. اسم المجموعة راح تكون اللي هي من الطيور، اسم المجموعة عندنا الطيور. طيب حيوانات تزحف على بطنها، في عندنا في الصورة شو حاطين؟ الأفعى. الأفعى حيوانات تزحف على بطنها، ما إلها أرجل، ف حتكون ايش اسم المجموعه الها؟ اللي هي الزواحف. يعني هون بتحطوا الافعى وهون بتحطوا ايش؟ الزواحف. طيب هلا عندنا حيوانات تعيش في الماء، حيوانات تعيش في الماء عندنا شو هي؟ هي هون حاطينها في الصوره اسماك، نحط هون السمك. تمام؟ وهون نحط المجموعه اسمها الاسماك، هون نحط السمك وهون اسماك. حيوانات تقضي حياتها بين اليابسه والماء، زي ما حكيت لكم شو هي حتكون؟ حيوانات تقضي حياتها في اليابسة والماء هي حتكون الضفدع من المجموعة البرمائيات. الضفدع نحط هون الضفدع، نحط هون شو؟ البرمائيات اسم المجموعة إلها. طيب نفتح على صفحة رقم 48 بعد ما نكون خلصنا. بنحكي لك هون تصنف الحيوانات إلى مجموعات، ليش؟ حكينا ليسهل دراستها، يعني هون بحط عليها مهم يمس. تصنف الحيوانات في مجموعات، ليش حكينا قبل شوي؟ انه عشان يسهل دراستها، عشان يسهل دراستها العلماء صنفها الى مجموعات عشان يسهل دراستها. من مجموعات الحيوانات الثدييات والطيور والزواحف والاسماك والبرمائيات، خمس مجموعات. تحت في عندنا سؤال حاطين بحيث اكتب اسم المجموعه التي ينتمي اليها كل من الحيوانات الاتيه. حاطين مجموعه حيوانات، احنا بدنا شو نعمل؟ نصنفها لمجموعتها المناسبه. اول وحده حاطين الجمل، نمسح اللوحه شوي صغيره هون، نكتب مع بعض. بعد تكونوا خلصتوا على اللوح كتبتوها على الدفتر او على ورقه خارجيه، كبستوها في الكتاب عشان ما تضيع اهم شيء. بدنا شو نعمل هلا؟ نحل السؤال. حاطين هنا الجمل فراغ، وحاطين الدجاجة فراغ، وسمك القرش، وفراغ هون حاطين الضفدع، والدب، والصقر آخر إشي.
يلا يا حلوين هلا مع بعض احنا نحل. اول واحدة حاطينها جمل، الجمل هي من اي مجموعة؟ شو اسم مجموعتها؟ بما انه بيمشي على اربع ارجل رح يكون اسمها من الثدييات. تمام؟ الدجاجة بما انها دجاج يغطي اسمها الريش رح تكون هي من الطيور. الطيور. طيب سمك القرش عندنا، بما انه سمك القرش عندنا في يعيش في البحر فراح يكون من الاسماك. من الاسماك. طيب الضفدع حكينا من ايش؟ يعيش الضفدع في الماء وفي اليابس، معناه حيكون بالبرمائيات. البرمائيات. الدب، الدب يمشي على اربع ارجل فحيكون عندنا شو هو؟ راح يكون هو من الثدييات. الصقر، الصقر برضه هذا بيغطي جسمه شو؟ الريش، معناته راح يكون من الطيور. يعني عندنا الصقر والدجاج من الطيور، الدب والجمل راح يكون من الثدييات، الضفدع من البرمائيات، وسمك القرش حيكون من الاسماك. طيب هلا عنا يا مس هون صورة حاطين لك نفكر معا، في عنا صفحة رقم 49 حاطين اتأمل الصورة في الأشعة لمجموعة من الحيوانات الآتية ثم أبين الصفة المشتركة بينها. هلا يا مس هون حاطين اسم الحيوانات تحت صورة الأشعة، صورة الأشعة إذا أنت حتى الإنسان لما يروح يصور صورة أشعة لو سمح الله أنت إيدك مكسرة تمام؟ إذا تروح تصور صورة أشعة رح يصور لك إياها بتبين شو عنا، ببين عنا العظم. تمام؟ ببين عنا شو العظم، ما ببين عنا بس هيك احنا نشوف الايد من غير ما بنقدر نشوف العظم، اما بصوره الاشعه نستطيع من خلالها ايش؟ نشاهد فيها العظم. تمام يا مس؟ ف بحكي لك هون يا مس انه شو هي الصفه المشتركه في هذه الحيوانات اللي حاطينها اياها، حاطينها جمل تمام؟ بيحتوي على ايش؟ له عمود فقري، في عندنا السمكه في عندنا لها عمود فقري هيها. عندنا هنا الضفدع برضو إلى عمود فقري هي الصغير اللي هون، وعندنا الأفعى كلها عمود فقري كلها هاي عمود فقري، وعندنا العصفور برضو إلى العمود الفقري. فنقول هنا إيش هي الصفة المشتركة بين جميع هذه الحيوانات المختلفة الشكل؟ حتكون إنه نكتب عندنا إن جميع الحيوانات لديها إيش؟ لديها عمود فقري، لديها عمود فقري. يعني نفكر معا تمام. هسا عنا رح نكتب عنا من السؤال هذا شو رح نكتب؟ ان جميع الحيوانات لديها ماذا حكينا يا مس؟ عمود فقري. لجميع الحيوانات لديها عمود فقري. طيب وهيك يا مس بنكون احنا خلصنا درسنا اليوم ان شاء الله. هلا احنا اخذنا مجموعة تصميم حياة بشكل عام، هلا في كل حصة ان شاء الله رح نصير نفسر اكثر كل مجموعة شو هي. يعني احنا اخذنا انه الثدييات هي شو مثال عليها، الطيور شو مثال عليها، الاسماك شو مثال عليها، وهكذا. هلا في كل مره رح نعمل شو؟ حناخذ كل مجموعه ونفصلها اكثر ونشرحها اكثر ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه، بتمنى لكم تكونوا فهمتوا درسنا اليوم، درس بسيط وسهل. عندكم اي سؤال بعثوا لي اياه ان شاء الله انا راح اجاوب عليه باسرع وقت. سلام.